السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا زي ما انتم شايفين النت قطع والله، بس انا شغال على الباقة تمام علشان يعني اقدر اشتغل. طبعا عندنا موقع روسي جديد اللي بيدي بونص لاصحاب قناة اليوتيوب من 2.5 دولار لحد 50 دولار تمام. هنخليه بس يترجم للغة الانجليزية عشان نفهم اكتر تمام. هندوس هنا كده على الريجستر، هنا بيقول لك اليوزر نيم تمام، فانا هدخل بيت المعلومات وارجع لكم تمام يا شباب. وبعد ما دخلت المعلومات والاسم والايميل والباسورد هندوس هنا تو ريجستر كده، ونعمل حفظ لكلمة المرور. طبعا هنكتب هنا البنك البير، هنكتب رقم حفظ البير 100 80 39 72 تمام كده البتاع صح. هندوس هنا كده عشان نحفظ تمام. فاحنا كده حطينا رقم محفظة البير بنجاح. طبعا تقدر تكلم الموقع من هنا او في كي والتليجرام وكده، وفي هنا تحت اهو مراسلة بس هم قافلين دلوقتي. طبعا دي خطط الموقع، 106 في اليوم لحد 114 في اليوم تمام. طبعا لو انت عايز تاخد البونص بتاع الفيديوهات بتدوس هنا على باونتي اللي فوق دي، تبعت لهم اللينك، والبونص من 2.5 دولار لحد 50 دولار. ودي اخر دفعات اهي واخر الايداعات تمام. وهنا الافلييت بروجرام، هنا بيقول لك يعني رابط الاحاله وكده. انا هدوس كوبي كده لرابط الاحاله عشان احطه تحت في اللص. وهنا بيقول لك يعني لو انت اخدت كام هيرجع لك قد ايه تمام. لو عايز تعمل ايداع بتدوس هنا كده وبتدوس هنا على البيريوس دي، وبتختار الخطة مثلا بتعمل تكتب 100. طبعا نختار بيريو روبل، وبتختار الخطة اللي تناسبك، وبتدوس هنا على انفست دي تمام. بس انا طبعا مش هعمل ايداع في الموقع غير ما يديني البونص علشان اتأكد انه يصادق. بس هو يعني في ناس استعبت منه انا اعرفهم شخصيا. تقدر تدوس هنا على طبعا الموقع ده في يوم الاول او الثاني مش الزيرو. هنا بيقول لك طبعا انت معاك قد ايه دوك كوين او كل العملات بقى الفيزا والروبل وكده. وهنا تقريبا لو انت عايز تسحب من الموقع بتختار مثلا البير يو سي دي. طبعا بيقولك انت معاك قد ايه، وبتكتب هنا العدد مثلا 2.5 دولار، وبتدوس هنا كده على ويزرو فاوندس وبيوصل لك على طول. وهنا لو انت بقى بتشوف في الايداعات بتاعتك، وهنا لو عايز تعمل يعني ري انفست بدل ما تسحب وتعمل، لا بتدوس هنا على طول فبتعمل اعادة ايداع من ال يعني من الرصيد الخاص بك، وبتختار الخطة والمبلغ وكده. وهنا الاكونت سيت اب دي لو انت عايز تكتب بقى المحافظ وكده، يعني مثلا انا كتبت محفظة بنك بير، انت تقدر تحط البريفكت ماني، الاثيريوم، الدوك كوين، يعني حاجات كتير تمام. دي احصائيات الموقع كده، وفي هنا فيكي وشانل وشات يعني تليجرام. وهنا بيقول لك الايداعات الخاصة بك، وهنا بيقول لك انت معاك قد ايه من الخانة دي، وهنا بيقول لك انت معاك فلوس قد ايه. وهنا لو انت عايز تخرج، وهنا لو عايز تكلمهم من الباب واللي فوق من الباونتي، لو انت عايز تبعت لهم اللينك. وفي اقل من 5 ساعات او 6 او 7 ساعات يعني في الحدود دي، اقصى حد 24 ساعة، بيدوك من 2.5 دولار ل50 دولار. بس انا صحابي يعني في ناس اداهم 2.5، وفي ناس خدوا 5 دولار تمام. هنا عايز تكلمهم بس طبعا هما قافلين الشات دلوقتي. فكده الفيديو اعتقد انه بقى كويس. فلو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو جديد ان شاء الله.